اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. يستأنف الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي المران الجماعي غدا الخميس في تمام الخميسه مساء على ملعب التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه طنطا يوم 2 أبريل القادم في الدوري. وكان الفريق قد حصل على راحه من المران عقب انتهاء مباراته الوديه امام الفجيره في احتفالات النادي الاماراتي باليوبيل الذهبي والتي فاز بها النادي الاهلي بربعيه مقابل هدف. ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق من الإمارات مساء اليوم الأربعاء. قرر الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي مشاركة جميع اللاعبين الدوليين في مران الفريق غدا الخميس دون راحة عقب عودة لاعبي المنتخب الأول من سويسرا وخوضهم مباراتي المنتخب الوديتين أمام البرتغال واليونان. كما يشارك في المران أيضا لاعبي المنتخب الأولمبي بعد العودة من السعودية. ويسعى الجهاز الفني خلال الأيام القادمة إلى تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لمباراة طنطا بالدوري. أكد كابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي أن علي لطفي حارس مرمى الفريق ينتظره مستقبل باهر مبديا رضاه عن مستواه بعد ظهوره أمام الفجيرة في أول مشاركة مع الفريق بشكل أساسي منذ انتقاله للأهلي من نادي أمبي. وقال سليمان أن الحارس ما زال أمامه الكثير وأن مستواه في تطور ملحوظ بعد استجابته للجرعات التدريبية. وأضاف أن علي لطفي نجح في التعامل بشكل طيب مع أغلب المواقف الصعبة في مباراة الفجيرة مما يطمئن الجهاز الفني عن امتلاك الفريق حارسا جيدا إلى جانب زملائه شريف إكرامي ومحمد الشناوي. قال الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي أن استعدادات الفريق ثابتة لكل المواجهات بغض النظر عن المواقف أو الظروف التي يمر بها المنافسين. وأضاف أن ثقافته وثقافة اللاعبين تعتمد في الأساس على الاجتهاد واحترام الجميع مؤكد أنه يعطي مواجهة طنطا أهمية كبيرة مثلها مثل كل المواجهات السابقة للأهلي في الدوري. وأوضح أن الأهلي إذا كان قد حسم الدوري إلا أن هناك أهدافا أخرى يسعى الفريق إلى تحقيقها مما يتطلب تجهيز كل اللاعبين وخلق دوافع جديدة لاستكمال المشوار المحلي بنفس الكفاءة. وما زلنا مع الكابتن حسام البدري حيث أكد أن مباراة الفريق الودية أمام الفجيرة أفادت الفريق على المستوى الفني. وقال البدري في تصريحات لقناة النادي الأهلي عقب المباراة: المباراة كانت جيدة في المستوى وتأتي لتؤكد عمق العلاقات بين مصر والإمارات. ونتابع في التقرير التالي تصريحات الكابتن حسام البدري بعد مباراة الفجيرة. دايما بنسعد واحنا موجودين في دولة الإمارات الشقيقة. دولة الإمارات يعني بتأكد كل مرة على أواصر المحبة والصداقة الموجودة. ويمكن أنا بشكر إدارة نادي الفجيرة على دعوتنا اللي بها مجلس إدارة النادي الأهلي وفي نفس الوقت على الاحتفالية اللي تمت بالأمس. ويمكن لسوء حظ أنا ما كنتش موجود، كنت لسه في طريق العودة من كندا، فبشكرهم على الاحتفالية الكريمة اللي تمت بالأمس. وبأكد أن كل ما بنبقى في دولة الإمارات بنأكد أن احنا بنبقى سعداء فعلا. يعني احتفالية احنا سعداء بيها، وفي نفس الوقت بهني نادي الفجيرة على اليوبيل الذهبي ومرور 50 سنة، وبتمنى له مزيد من التقدم ان شاء الله. واقول ان المباراة النهاردة مش على الجانب الفني بس كانت مفيدة، على جانب الصداقة طبعا والاخوة اللي موجودة وحضور الجماهير سواء الاماراتية او جماهير النادي الاهلي اللي انا بسعد ان انا بشوفها وبشكرهم على تحيتهم. جماهير النهاردة ويمكن ندائهم قبل بداية المباراة عليا وتحيتهم ليا كل الجماهير اللي كانت موجودة في جوانب الاستاد النهاردة، أنا بشكر جماهير النادي الأهلي وبقول لهم أنتوا بتوصلوني لقمة السعادة، لأن هو ده الهدف الأساسي
اللي بيفكر فيه حسام البدري، هو ده الهدف الأساسي اللي أنا بسعى ليه كل ما بعمل خطوة، بسعى لهذه اللحظة وهي لحظة رضا الجماهير وحب الجماهير. فبشكر جماهير النادي الأهلي اللي كانت موجودة النهاردة، وتحيتهم ليا وتحيتهم للفريق بعد المباراة، وبتمنى ان شاء الله باذن الله نحقق لهم مزيد من البطولات. وفي نفس الوقت مره تانية بقول بشكر دوله الامارات على هذه الاستضافه، ونادي الفجيره بشكل خاص والامارات بشكل عام، وان شاء الله مزيد من الاحتفالات ان شاء الله ونكون مشاركين فيها كنادي الاهلي ان شاء الله. في اوجه استفاده كثيره جدا على المستوى الفني، واخر مباراه قبل مشوارنا المحلي مباراه طنطا مهمه، لان في طبعا التركيز اكتر بقى في الخطوات اللي بعد كده، وهي مباراه الكاس ان شاء الله ومشوارنا الافريقي، فمرتبطه باشياء كثير، فاكيد كانت مفيده الحمد لله.